السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، يوم جديد أخوتي، فيديو جديد هذا النهار إن شاء الله بالقناة، وجولة جديدة في واحدة من المدن ديال المغرب. هذه المدينة أخوتي معروفة بالعاصمة العلمية. هذه المدينة الخوت معروفة بزاف عالميا، كيجيو لها بزاف ديال السياح، وهي المدينة ديال فاس. كما كنتو شفتوا معايا في الفيديو السابق، كنا درنا واحد الجولة ليلية خفيفة في المدينة ديال فاس، مشينا شفنا داك برج فاس وشفنا بعض الشوارع ديال فاس. هاد النهار ان شاء الله غادي يكون مكان جديد وبلايص جداد اللي غادي يكونوا في هذا الفيديو. كما قلت لكم راني في واحد الشارع في فاس، غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج في هذا الفيديو. المهم الناس اللي اول مره تشاهدنا ما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه وبارطاجيو هذا الفيديو، ويلا هم بداو الجوله ديالنا. اخوتي هذا واحد من الشوارع ديال مدينه فاس. هنا كاينه واحد الجرده في القنت كبيره، المهم غادي بين نوصلوا غادي تشوفوها معايا. اخوتي هذا البارك الاسم ديالو بريستيجيا، كيجيو هنا الناس كيمارسوا الرياضه، المهم بزاف ديال الناس اللي يتمشاو، كاين اللي كيتنزهوا، كاين اللي جالسين. كاين هاد جوج ديال العواد هنا يرحبوا بكم. صراحة بلاصة نقية، كيجيو الناس يمارسوا فيها الرياضة، المهم الهواء النقي هنا واسعة مزيانة. جيت بدا الصباح ديالك في هاد البلاصة. يا خوتي دايرين فيها الكرة ساعة عاود فين تجلسوا، المهم مخدومة زعما مزيان الصراحة. راكو تشوفوا في الطرف ديالها كاين العمارات، كاين اللي راهم عاد يتبناو وكاين اللي مبنيين. هادي هاد البلاصة خاصة فيها الكراسة، فيها بعض الألعاب، كاين كيما قلت لكم الناس اللي كتجي هنا تجري، كاين اللي يتمشاو، ها هما تقدر تجلس هنا. هي الخضورية تبارك الله. في هاد الفيديو خوتي راني ما قلت لكمش فين غادي نمشي، والمهم خليو حتى تكتشفوا معنا حاجة بحاجة. كاين ما يتشاف، كاين ما يتشاف، كملوا معنا الفيديو حتى للتالي. طبعا الى عجبكم المحتوى اللي كنقدموا ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، كتبوا لنا شي كومونتير لتحت تشجعونا قبل ما تكملوا الفيديو. كما قلت لكم كاين بزاف البلايص اللي غادي نمشيو لهم في هذا الفيديو، بقاو معنا. هو البارك الخوت، بارك بريستيجيا، رانا خرجنا به لقينا هاد الشارع. صراحة بارك مخير زعما، مساحة واعرة، تقدر كيما قلت لكم تجيو تمارسوا الرياضة في الصباح ولا في العشية. أيضا غالبا في العشية كتكون عامرة بالناس، يجيو يجلسوا تما، يجيو الأطفال، يجيو العائلات. والصراحة جميع المدن خص يكون فيهم بحال هاد لي بارك اللي كيكونوا واحد المتنفسات
للسكان ديال المدن. مرحبا بكم من جديد، رانا في المدينة القديمة ديال فاس. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله ينورك. انت ساكن تما فين؟ ياك اللي تما. هادو هما الأزقة ديال المدينة القديمة ديال فاس. شوفوا تبارك الله كي داير المنظر.
اه درب درب بنعزاهم ده هو الاسم ديالو. المحل تبارك الله ديال القهوة الله يلا غير هنا. Where are you from? Poland. Nice to meet you. And you? Morocco. Morocco, yeah. It's okay. 7 o'clock and a half tomorrow morning, okay? Yeah. تبارك الله. العود كافي يا استاذ. خوتي هذه الاجواء في المدينه القديمه ديال فاس، راكم تشوفوا معايا رانا نتجولوا، المهم راه باقي بلايص اخرين غادي نديوكم تشوفوهم. شي مشكل لا حطيك اخويا. صدق اخوتي قداش سبحان الله تشكال هاد المدينة القديمة. هاي شتي بدا الزنقة ولا لا؟ والحيط غير الفوق. هاي شتي بدا الزنقة ولا لا؟ والحيط غير الفوق. ان شاء الله خلاص الحمد لله لا يجيب تيتي وانا ماشي الجامع لك تبع لا يجيب سيدي محمد الله يسلمك لي شرب ليين Thank you.
الدرب الزرا هنا. شوف اخوتي هاد الدرب كي داير تبارك الله في شكال سبحان الله. شوفوا شوف 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 اخوتي العرض ديال الزنقه كي داير، هذا واش تبان لكم ولا لا؟ شوف الزنيقه اخوتي قداش تبارك الله صغير وراه بزاف بزاف. شوف شوف شكال سبحان الله. شوف غادي ندخل لكم لواحد الزنقة سبحان الله في شكال. لا لا ما تخافش شوف خوتي هاد الزنقة شوف هنا والله ما عارف واش غادي نقدر نفوت ولا موها. سبحان الله ناس فين ساكنة الله يلا سبحان الله. هذا ديال القهوة شوف شوف كده سبحان الله. شوف هذا ديال القهوة كان جوج زناقي منا ولا من بعد ♪